السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعد الله صباحكم بكل خير. أصبحنا وأصبح الملك لله، ما شاء الله تبارك الرحمن. كم يا أبو سلطان؟ ماشيباً والله، هذا تو واجه خرفان خرفان كله، ما شاء الله تبارك الله. يلا يا ولد، هلا والله تعوض، ما شاء الله. على كم أقول على كم؟ من سام من سام، على كم على كم؟ يلا يا ولد يلا، على كم أقول على كم؟ من سام من سام، ما شاء الله الطيب يا هلو، ما شاء الله تبارك الرحمن. الصوم على الفين جملة، يسام الواحد على الفين، كله جدعان يا أبو، ما شاء الله حري فاخر. الصوم على الفين، ما شاء الله الطيب يا هلو، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله لا إله إلا الله، الله يبارك لهم، ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله وصلت الصوم على 1008 ديالنا هذا، ما شاء الله. خال العدد 10، خلاص 20 يلا بنصار. اوه دقر بنصار، اضلوع خوص من قوم يثرف، اضلوع خوص اقول. ايه 40 ها؟ يلا 840، افتح الباب خلي اشوف سعود خالد. افتح لا ابي هم بيجي الجاي بس 840، قلبهم سيده خليهم شن جاي. ارقى انت، ارقى لك ابو خالد، انا ارقى. ها كان نسيت يوم الدربة، هلا هديك. ها وصل السوم كم يا ابو سلطان؟ 850، 1000، 860، 1070، 70، 870، ما شاء الله. ما شاء الله وصل السوم 930، 1930، العدد 10. لا اله الا الله، يا هلا والله ابو راشد، الحمد على السلامه. هلا والله ابو خالد، يلا حيو شلونك؟ وسهلا شلونك؟ عساك طيب. شلون ابو راشد؟ يا هلا والله، هم ان السوق منور، اترك جاي وعدتك ولازم اجي. كفو والله، كفو والله يا ابو راشد، كفو. كلم والله ينشد عنك ابو راشد، يوم جاء اللوح لا تجي ما شاء الله، ما شاء الله، يا هلا والله ابو راشد، يا هلا والله مسهلة، ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله هذه خرفان بيعت على 2005، ما شاء الله تم البيع على 2500 صافي، ما شاء الله. وبهم ثنيان ما شاء الله على 2500، ما شاء الله. جدعان ثنيان على 2500 بيع. السوم 1820، على 1820 خرفان كله، كله جذعان الواحد ثاني، هات ما شاء الله. 1820 يا عم، على 1820 السم مليان نظيف، الحمد لله سم 1220 ما يضحي. السوم على 1220، ألف ومئتين وعشرين. يقول ما يضحي. ما شاء الله هذه نجاد، واحد جذع واحد ثني. السوم على 1900. أظن هذا الثني وهذا جذع، وسام على 1900. ما شاء الله. العدد 45 والسوم كم؟ 1520. يضحي يقول بنت ثلاث الخالة والخمس. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله هذه أشياء نجد، كل واحدة مع واحد، والسوم على 2050 آسف. يقول سام 2050، كل واحدة مع واحد. هنا ذي يا ولد. ما شاء الله تبارك الله. هذه معزة، سام على 880، يا هلا والله أبو أحمد. الله يسلمك. 880، كم العدد؟ 24 مع فحولات اثنين. 24 مع فحول اثنين. ما شاء الله. خذي كم تسام ذي؟ هذه. كم وصلت هذه يا؟
رجل ما سيما هذه النجد الولد بيعت على 2050 يقول باع 10 جذعات وكل واحدة مع واحد على 2050 بيعت البهم الطيب يسلم على 1050 العدد 16 17 وخمس الخال شعرة طيبة ونظر ونظر الله البهم الفاخر ما يضحي والسوم على 1000 وكم؟ هالبركان ها؟ على 1470 ما شاء الله ما يضحي ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله السوم على 2200 يقول ابو فيصل على 2200 السوم جزعان فاخر ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله على 1310 ارخال ولا خرفان؟ أرخال وخرفان 1310 يقول ما شاء الله بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن وشو يا سحمي صبح بالخير شلونك عساك طيب يا هلا كم هذه حريه كم وصلت عليها ها لا والله ما هو عليها 950 حيل حيل ربعيات ربعيات 200 ونص ما شاء الله ما شاء الله 950 ما شاء الله تبارك الرحمن شوفوا كثر الجلب يوم السبت انا قلت لكم مدينه متكامله عالميه ما شاء الله تبارك الرحمن على واحد ولا واحد جاب اثنين وذي سوى 950 رفيدي ذا ولا شو اسمه رفيدي رفيدي ايه يا حليب انا من بركة رفيدي لا اله الا الله الحليم العظيم يا ولد شبه بالناقل ما قصه هو على هذا بالجوال حي انا ما بيدي به شرى صافي ولا لا بس احد عنده زوج 99 99 بالقعود هذه بعقاب 99 عندكم زوج يا حمري احد له شاف احد له خاطر يربح يا ولد اقول لك يربح ما خليت احد تسعة المنيح تسعة يا ولد
ست اخلص ست الحين تسعه وست هذي بعقال تسعه وست قضيت تسعه بسبع سبع تسعه وسبع ثمان عشر ثلاث عشر ومئه ومقعود بعشر الفصه المنيحه 11 يا سعود وين راح سعود؟ 20,000 11,005 انتظر الدولي ترى لا حبك للزين غادة غادة الوليدة الله يوفقك اصبروا راح الولد ان شاء الله اشري ابو فزان اي والله غادة الوليدة هذي لا اله الا الله ما شاء الله 7,500 يا ابو ما شاء الله ما شاء الله 8 رباع خير ما يباع وصيدك يا خالد وصيدك شراح خالد الكريديس بمرحبه البعنيز ما شاء الله والنعم يلا حيو شلونك ما شوت الرجل شوي العافية شوي ان شاء الله ان شاء الله الله طيب في نصيحة للمتابعين وش عطني اياها اللي يعلفون يشترون برسيم الان اي والله رخيص رخيص الحين ارخص ما يكون هالايام اتوقع بعد فترة بس
يبدون يهرمون الناس من غلط. سبحان الله. اي والله نصيحه للي وده يشري يشري الان يتماسن الرخص. الله يجزاك. اي والله الله يسلمك. الله يسلمك يا رب. يعطيك العافيه. كم يا عبيد؟ انا 66 من 10. ما شاء الله. انا 66 من 10. العدد 10. انا 66 من 10. عندك شادي عامر؟ انا كلامي غيرك. ثمانية طيب لا اقول عشرة. انا 66 عشرة. عشرة يقول عشرة ثانية. لا العدد عشرة. لا ثمانية. العدد ثمانية. ايه. لكن يقولوا عشرة. ايه. قصير. ايه. واصل 60 يا اخي. سجل ضرب عشان علي. ضرب عشان علي. شنو السوق ابو ناصر؟ غالي السوق اليوم. ها رشيد الله يرزق الجميع ان شاء الله. انا 66 الحمد لله. اصلا متوفر نعمه. توفر بس مو بالكثره اللي اقل يعني. اقل المفاريد خاصة. شويات المفاريد شوي. ما شاء الله الله يرزق الجميع ان شاء الله. على كم؟ على 6 و710. على 6 و710. وانا رجعنا على 6 و400 ابو صاير 10. هذا 6 و واللي وراهن على 7 و8. ما شاء الله ما شاء الله. 3000 ريال. 3000 ريال. 8 يبيعن على كم؟ على 6. 700. ما شاء الله تبارك الله. الله يرزق الجميع. الله يجزاك خير. باع وسط 11. هلا والله وسط 11. شفت اخوك اول مره اشوفه. خي صالح. ايه صالح كان بجد وجنبي. ما شاء الله الله يوفقك. كم ذي؟ هلا كم ابو عقيل؟ وسط 7 و5. ابي عجبنا بعت. وانا اقعد 8. لا ما نبي تجي داخل الجلد. لا شوف دوري على 4 و8. وين؟ هذول الصغار. ها؟ يجن على 70 كيلو. على 4000؟ على 4 و8. ما شاء الله يا ابو عقيل. وذولي على 36 و50. شوفنا ابو خالد. وينهم؟ ها حبيبي على 5 و200. على 6 و350. على 6 و350. ما شاء الله. وهذولي على 3600. ما شاء الله يا ابو عقيل. وذولي يجن على 40. شوفهم. لا اله الا الله. وذولي على 5. على 5000. على 5000 ذولي. لا اله الا الله. اليوم السوق. ها اليوم السوق يمكن حرجنا ولا فجر. ما شاء الله. ومن عقبه حراج بساعه مر. يقول السوق حرجنا ولا فجر. ايه. اللي شرى اول فجر الحين يبيع بمكسب 500. ها والله. اول فجر ذولي وقفاتنا على 400. الله يبيع راعيهم. وصلنا على 5. ما شاء الله الله يرزق الجميع. الله يرزق. الله يرزقهم ويوفقنا وياك يا ابو عقيل. الله يجزاك خير. هلا بلعم. يلا حي شلونك؟ طيب الله يسلمك. هلا طيب يا هلا والله. 6000 قوم. 6000 6000 6000 6000 6000 كم يا مجدي؟ كم يا مجدي؟ 58. الشريط اللي شراها هذا الشريط. الله يحييك. كم؟ كم؟ على 5900. على 5900. ما شاء الله. سبع. هذول 1 و2 و3 حشو تربية. على كم؟ 3 و810. حشو تربية على 3 و310. هذول على 3 و800. 800. على 3 و810. هذول على 3 و310. على 3 و310. ما شاء الله. يربطوني ترزقني. الله الله. نشيط الصوت. الله يرزقك. ما شاء الله.
على 5000 ما شاء الله. واحدة ثنتين ثلاثة بكام؟ على 11,650 ريال. لحم ولا أجاني؟ أنا أبيع لحم، واللي مزودين من يشرون مقاني، واللي شاري يشري مقاني، الله يرزقنا وياه. على 11,650 ريال. ما شاء الله. واحدة ثنتين ثلاثة. الدلال بايع اللحم. إيه. ها؟ أنا ما يلحقني شيء. إيه. إيه. وراعيني أشرط سلم، لكن احنا بايعين بسحة اللحم. الله يرزقه بكار طيبة. ما شاء الله. واللي مزودين قناعي. الله يرزق. ما شاء الله. الله يبارك فيك. اللهم نشيد حسن الويب ابو عمر هو اللي شاريه. ما شاء الله عليه حسن. ما شاء الله والله باخوي شلون. الله يرزقنا وياه. يا هلا والله. واللي على ما قال يبي يشري عند حسن الويب. ما شاء الله. العدد ثلاثة. ما شاء الله. 11 و650. ما شاء الله. واحدة اثنين ثلاثة. ما شاء الله صحة اللحوم. سم كم؟ 100 ريال. قعود 900 ما شاء الله. لحم ها؟ لحم الله ما شاء الله. شرف رهيب الله الطيب ذا. هذا حوار ب 6900 ريال. ما شاء الله ب 6900 والله هلا ما شاء الله. هذا شوف حوار الطيب. ما شاء الله كمل بيع ما شاء الله. هذا مخاد حوار لباني يقول 8000 ريال. 8000 ريال لباني حليب. حليب ها؟ حليب ما شاء الله. كم يجي وزنه؟ والله اتوقع يجي 115 120. 115 120. وين يا ابوي؟ جاري عليك شيخ. لا تقول لا. تاخذ له. شيخ له زين. هذه تتبيض وين؟ هذا جمديك. هذا خلاص هذا جمديك. خلاص لا تحسن. كم مجدي؟ كم مجدي؟ سجله عليك. على كم؟ مع قروش ولا خلي يسجل عليك. 7000 صافي. بعناه بسبعة صافي زين. صافي هذاك. زاد 1500 ريال. او بس ما خلنا على ذي شوي. هيك اليوم الاخر حراد. نشيط السوق يا رب. منه ما منه. لا حمراء مع الراس ما حد يجيها الراس لا. الا ها كم جريت هذا؟ الله يرزقك. محمد. هلا. على 7 صافي. كل واحد الحال هذا الحال وهذا الحال. أبكار على 7000 صافي. فينا. على فهد. خج على فهد. هذول كل واحد الحال. فك أبكار. فهد لا جي حرج عليه فهد وحد العيال. فك كل واحد الحال. هذا طيب. فرق ثلاث ناقص. ناقص هذا جس حرج على ده. حرج عليه تباع بستة رح. وفكوا السبت منه. هذا حد يقول 7000 علي بس فكوا الحيال وخلوا يطلع. ماشي طيب ما بودي. وهذا افتح بابه بستة يلا. ترى زق والله بعت حلالك يا ولاد. مجدي؟ هذا تم البيع ب 8200 ريال. عمره كم؟ العمر 11 شهر. الوزن؟ الوزن 140. 140. اشرب 8 8200 ريال امه موجوده. وين امه هذه؟ كم وزنه كم؟ 140 140 140 ما شاء الله بعد الذبح. هذا خرج على هذه كم؟ على 5700. على 5 على 5 وكم؟ على 75. على 5700. على كردين وبعدين. سبعة وتسعمية وخمسين. إيه الله يبارك. ما شاء الله. بري حليب. ما شاء الله. الله يطرح عليك. هذول حاشوا على 4050 واحد. 4 5 6. كم يكسب يا مستر؟ كم يكسب؟ يكسب؟ إيه. أبي أربط. ها. إيه على 4200. يجي على 3100. يجي على 4 زيلة. يسلم من التعب والأمراض والمشاكل. اي انت عندهم الحوار الصغير ابو 2008 ابلشك كل يوم مسخن تصار صحيح
ايش تبدا عاد شفت رقم العامل ولا لك 2 3 على 5300 على 5000 على شهور 300 على شهر رعين اي على شهر رعين ادق عليه ما يرد ما شاء الله سام يا عمي سام 6000 ل 100 6900 5900 ها كيف كيف هذول على 36 حيران الله يبارك على 6 على 6000 300 حيران اي وذا هذا لا ينقص شوي هذا حلو على 5 على 5 8 على 5 8 الله يبارك فيك ان شاء الله كل الدعوه حلوه كل الشوار حوار الله يرزقنا والحوار ناقص حوار كل الشوار كم باع هذول هذول بسم الله ايه هذول ها وين رعين وين رعين هذول كم مجلي 6500 ابو خالد 6500 والله لبان الدعوه ما شاء الله وهذول بكرتين واحدة هذيك بسبعة أيه. وهذه بستة وخمسة كل واحدة حالة الله يبارك فيك ما شاء الله رعينا الصبح بدري الفجر على 7000 على 7000 ضحايا اثنوات ولا تتولد على 7000 على 7000 على 7000 كم العدد ثلاث ثلاثة مجلي على 3500 على 3500 على 5000 على 5900 ما شاء الله تبارك الله كم العدد؟ العدد 4 على 5900 2 3 4 ما شاء الله فاخر 5900 تلي اخر ما شاء الله ما شاء الله كلش كلش حيران ما شاء الله على 6100 6100 تفضل وينه؟ كم بيع؟ 7300 بيع ولا سوم؟ سوم هذا تم البيع كم؟ وهذا شاري ب 98 هذا ب 6000 طيب ها؟ ولدت وحده ما ولدت الحين هذه هذه ما كنت ولدت ما صمم وهذا كنت ولدت شامل على 6000 ولا تفرد دي ب 6700 6700 ولا جميع على 6300 لا اله الا الله
سوق نشيط بالحيل ما شاء الله. سم يا عم ابشر. حق نايف اللي تبغى ما شاء الله 8300 ها؟ منو؟ ما زامت عليك لا. 8300 ما شاء الله ما شاء الله. وهذا شو؟ كم؟ 7300 سبعة؟ 37 مكون مجدي ترى خرم اللي انت بيها وافقت. يقول عقل بس. يلا الحين ما شاء الله 4 يا عم 5 2 3 4 6 4 6 7 8 9 10 خالد يلا حي ثاني طيب ما شاء الله نحبك للزين ابو حليب ما شاء الله ما شاء الله 14 15 رابح يا ابو خالد ما شاء الله عينه عندك خبر عنها يا لطمه ترى شوف ولا ما تشوف شوف مظلومه شوفها انت واضحه جديده اي رابح ما شاء الله حويلك ابو خالد حويلك ابو ولده طيب ولده طيب ما عليك ابو خالد الله يقلع 650 ما ادري على السابع لي انا على سبع على 50 على 8 عشان ابو خالد ابو 50 على 6 صافي لا على 6 بس هلا والله على 6000 ريال بالمقاني على 6000 ريال على 6000 انا عندي اربيش على 6000 ريال ما تد والده ها يا ابن حلال انا اشتري اربيش والله ليش والده على 6000 ريال على 6000 ريال على 6000 يلا الله يسلمك هلا شو الامور ابو صالح؟ الله يسلمك بنعمه الحمد لله. زينه. الحمد لله اي والله الحمد لله. الله يرزقك الجميع. من واحد صار متعافي. اي والله اكبر, أكبر نعمه. ابو صالح 6 و7 انت قضيت النوم؟ 6 و7؟ ايه. مره ضامر. ضامر لانه منامش معك. ارسل بالحراج انت حاجه. انا واحد اللي بيفتك من 60. يا بالناش. ما شاء الله يا مجدي اليوم السوق طيب ما شاء الله السوق مشي طيب السوق مليان ما شاء الله السوق كله مليان في بيع وفي مشترى وفي وفره لكن ما في رخص الرخص ما موجود لكن في وفره في 10 في 20 في 30 في 40 في اعداد الحمد لله الحمد لله السوق طيب متوفر كل شيء لا ناقة ولا حاشي ولا حوار ولا لكن اكثر شيء الحران الحران خلاص توفرت رخص بين ما فيه أما الحوار عدد اللي تبي الحمد لله ولا صار فيه توفر هذه نعمة أيوة والله الحمد لله بشر كمر طيبة والسوق مليان وفي جلب وفي حلال إحنا والله لنا فترة كم لنا كم أسبوع إحنا الحلال شوي لكن ما شاء الله اليوم تبارك الرحمن حلال وقت لأنه في دزور رواتب قبل أمس هذا استعداد لا توقع الله يجزاك خير الله يجزاك خير لا طيبة بل ما غنم طيب اي ولا الحمد لله نزل شوي ما شاء الله هذه 16 خلاص ما شاء الله وين رايحات ذول يا مجدي وين هذه والله رايحات للطايف ما شاء الله تبارك الرحمن هذا حملي وين رايح للطايف للطايف ما شاء الله كله حشو طيب اطلع منها بحاجه ولا اربع كمان بسم الله كله طيب ما بتربي ترى ما شاء الله ما شاء الله فاخرات ذولي يستاهلون اهل الطايف احبهم للزين ما شاء الله اوقف اوقف
والله طيبات ذولي. طيب والله شاري الحيران فاخر. يستاهلون. يستاهلون على الطائف يستاهلون ما شاء الله. هم ذولي لا هذا اللي ينحلف ما نحمل لنا نحمل البتريل. ايه. 25 يوم. اللي عنده حاش وعلب. هذا مجد واحد موصيه أيه يبي والله موصينا الناس كلها ما شاء الله تبارك الله ها يبوا يربطون حاش العلف مطلوب مطلوب يا جماعه الراقي اقول ما شاء الله عليك والله يعينك يا مجدي يا الدلال مسؤوليه مسؤوليه هي بسيطه لو يجي واحد يقول الدلال بس يحرك لا المسؤوليه كبيره لا داخل السوق لا خارج السوق حتى قبل الحراج قبل ليله الحراج اتصالات رد وهات وضمان حق للبايع وكذلك للشاري نعم بس حرج وامشي لا صح هذا بايع وهذا شاري وهذا مهون وهذا طلع بعيب هذا طلع طلعت ما بصاحي وهذا كذا وهذا كذا غالبا من تكون مع صفه مع البائع ولا مع المشتري؟ ما في مع صف ها تمسك العصا مع الناس عجيب اي نعم هذا شارط وبعد دروب ترجع صح اي نعم حتى هذا لو هو حرج مثلا كوم لحم ها او هالمنظور طلع بعد دروب مبين ترجع ليش ما بينت خاصة اللي بعنا بلح صح اي نعم انا بعت شيء يضلع قولي تقولي كوم لحم حتى لو اقول كوم لحم اقول يضلع مثلا نبيع مثلا ناقة لحم ها نقول بقى مثلا بعنا هالمنظور او لحم دامت وهي بهضل ترجع ليش ما بينت طيب بايع اللحم هو مو باعه ما اختلفنا لكن هل انت تعلم بالضلع ذا اذا كنت تعلم بالضلع لازم تبين لي ابيع لحم ترى تضلع طبعا جيت انا واحد قال ابيع لحم طيب نسالك با شيء صح ولا لا؟ با شيء مثلا اقول لا ابيع لحم، لا تبيع لحم يعني تبا شيء ما انت معلمنا با ضلع علمنا بعض با كذا طيب ايش دخل الضلع بضلع بيفرق اللحم يبي يذبح ما بينت انت ما بينت اليوم احنا باللحم بايعين ب 11650 هل هذا قيمه لحم؟ لا ما هي بقيمه لحم ايه فرضنا اني اللي شراهن دومهن طلعني اضلعن مثلا نضرب مثال تمشي لحم ما تمشي لحم ليش تمشي لحم؟ قيمته ما هي بقيمه لحم صحيح صح ولا لا؟ اقول لمجدي ولا كان تساله اذا باطه هبره ولا شيء؟ اساله عن اي شيء به ايه حتى لو قال لي لحم اقول اعرف بها شيء ايه هل هي تضلع؟ الحمد لله الاغلبيه ها يعلم تضلع اليوم عندي ناقه سم 34.50 لحم 34.50 قال ما يشتغل الا دش ما هو ملزوم يقول لك صح لكن جزاه الله خير بين بين يبارك والله بس هذه تختلف عن الضلع صح هذه تختلف عن الضلع هذه تمشي لحم ايه لانه ما ياثر لا على مشيته ولا على اكله ولا على شربه ولا على صحته إيه. ابيع لحم لكن لو بايع انا مثلا خفوت إيه. ها لا ما يشتغل الا ديس واحد لحم يفرق ولا عوره يفرق اشياء دقيقه لازم يصير الدلال منتبه له ولازم يحافظ حق البايع ويحافظ حق المشتري صح مو بس هذا في السعي مش لا صح لا يعني يتعب الدلال ما شاء الله يا مجدي ما شاء الله هاي دفعتين ثانية يا مجدي ما شاء الله وين رايحت له ذولي وين رايحت له ما شاء الله الله يبارك الله والله يبي زود ما شاء الله الله يبارك اللي عنده حيران يجلب ما شاء الله مطلوب ما شاء الله حوار على 3100 الى 4500 ما شاء الله ما شاء الله ما شيء زين شيء وسط ما في عندي الجنب ما شاء الله الله يطرح البركه الله يبارك الدلال مؤتمن يا اكيد يا جماعه بشك والله راح نكلم بعضهم نصحيهم من بعضهم من الليل يقول الله وكل وش ذي اكيد انا لازم تقوم عندك حوار ترد له الحيره عندك ناقه ترد له الحيره عندك مفروض ترد له الفريق تبري ذمك تناديهم كلهم اكيد تناديهم كلهم عاد اللي ما هو كيف لكن تعال هذا ما عشان يشريه مثلا ابو خالد ما جاء ابو خالد دق على ابو خالد سنه بالسوق ايه رد له يمكن يجي ماله خاطر اليوم ايه رد له حوار كذلك ناقه كذلك زمول كذلك لازم كل شيء ترد له ان زادوا زادوا وما زادوا كل ياخذ رزق يصير بعد الدلال باخس سعره انا عارف سعره هذه باب الجواب قضينا من جديد هل يسوى 5000 ما يبيع ب 3500 اي نعم لكن يرد له وانا علمت شيء لا رد له يبي يبيع ب 5 صح ب 4 وثمان يمكن 5 صافي 5 يعني ما هي بالمسألة سعي وعصا وروح لا 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 إيه؟ مسألة رزق
صح ما شاء الله صدق وأمانة نعم. لازم تكون صحيح عندك نياك ترد على نياك كله عرفت ولا رديت لهم كلهم بإذن الله تبي تجيب قيمته واحد. فلذلك يعني صاحب الحلال يجلب حلال وهو مرتاح هو مرتاح هو مطمئن نعم بإذن الله ما عليه لا رديت لأهل الحلال كلهم اللي يشترون النمونة هذي ايه مو بن لا الناقة ترد راع الحوار مو بشارين الناقة صح والعكس صحيح لا أهل الناقة رد لهم دق عليهم دورهم صحيح. ولا لا اجتمعوا حضروا ترد لهم بقى ولا تبدأ بالحرام صحيح وأهل الحيران كذلك احنا دائما نشوف السوق احنا نأخر الناقة نبدأ بإيش بالحشو بالحيران ايه. ليش؟ لأن زبونه حاضر تقام من الفجر من يوم جيت مع أبوي يحترق تحرق ايه. لو تحرج على الناقة طيحن بـ 5000 ما زود ما زود منها ها؟ ويبي حمل ذا بيمشي يبي يمشي ولا يبي نمونته وجاي يبي طلب أقول لك أنا لا رديت لأهل السلعة تبي تأخذ قيمة ما شاء الله تأخذ قيمة كواب بإذن الله ما عليك صحيح فراع الحلال يصير مطمئن وإن جاء راع الحلال مع حلال فهو أزين وأحسن وريح للدلال وريح إيه لأنه يشوف كل شيء بعينه هذا يمكن يقول بعض مرات ما شاء الله لا إله إلا الله الله يطرح البركة ما شاء الله ما شاء الله وش تقول يا قعير ما شاء الله يلا ما شاء الله الله يطرح البركة ما شاء الله ما شاء الله لا إله إلا الله ما شاء الله وش شريت اليوم يا قعير لا اليوم ما شريت ها آه. اليوم ما شريت نشيط السوق اي والله ما شاء الله الله يرزق الجميع أصلا متوفر الحمد لله ختام لتغطيتنا ليوم السبت مثل ما انتم شايفين كل الايام عندنا سوق لكن يوم السبت هو اللي يقربه العرض ويقربه الحلال والله يحييكم ونتشرف بالجميع والله يحيي المتابعين الجدد يا هلا والله ومسهلا بالجميع والله يجعلنا عند حسن الظن